نبدأ أخبارنا من اليمن، حيث أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المليكي أكد استمرار عمليات التحالف لدعم استقرار اليمن وإعادة الشرعية وتحرير جميع المدن اليمنية من أي وجود للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والجماعات المتطرفة، والعمل على دعم التنمية والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني. وأوضح المليكي خلال مؤتمر صحفي لقيادة القوات المشتركة للتحالف أن ما حدث من تصعيد في عدن من قبل المجلس الانتقالي كان مؤسفا، حيث انتقلت الأحداث إلى مستوى خطير، مشيرا إلى أن التحالف عمل مع المكونات السياسية والاجتماعية كافة والحكومة اليمنية الشرعية للتهدئة والانخراط في الحوار وتحكيم العقل والمنطق، داعيا إلى أن يكون هناك عمل مشترك من جميع المكونات مع الحكومة اليمنية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني وتحرير المناطق اليمنية المتبقية. لمزيد من التعليق حول ما يحدث في اليمن، ينضم إلينا هاتفيا من العاصمة المؤقتة عدن السيد صالح بوعوذل المحلل السياسي اليمني. سيد صالح، صباح الخير وأرحب بك على إكسترا نيوز. ويبدو أن جميع الأطراف السياسية اليمنية المؤيدة للحكومة الشرعية اتفقت ولجأت إلى تحكيم العقل والمنطق تحديدا في العاصمة المؤقتة عدن. هل يتفق الجميع على أن الخطر الموحد، الخطر الداهم الذي يحدق باليمن هو في وجود الجماعات الإرهابية وأيضا الميليشيا الحوثية في اليمن؟ عزيزي، لم يختلف الجميع كما قلت أنت، لم يختلف الجميع، يعني لم يختلف الجميع حول أنه الحوثي وميليشيات الحوثي الذراع العسكرية لميليشيا إيران في المنطقة هي العدو الأبرز للبلد وأيضا للمنطقة برمتها. فالجميع كانوا متفقين على أنه الحوثي هو العدو الأبرز، و في الجنوب يعني كان الجنوبيون هم الابرز من حقق الانتصار، والانتصار الوحيد الذي حقق ضد ميليشيات الحوثي. نعم، لا لكن هل تتفق معي سيد صالح؟ نعم، هل تتفق معي انه حتى لو تم الاتفاق فكريا على ان الجماعه الحوثيه هي الخطر الداهم الذي يحدق باليمن، لكن على الارض ما حدث في عدن منذ ايام قليله، قبل 4 ايام من العيد تحديدا، وحتى ربما اول او ثاني ايام العيد، من ان تدخل بعض القوات المسلحه او بعض الاطراف المسلحه المؤسسات الحكوميه في اليمن، كان في صالح الحوثي في المقام الاول. هذا الاختلاف وهذا التفتت في آراء، وليس في آراء فقط لكن في ردود الفعل حتى على الأرض، كان كل ذلك كان يصب في صالح الحوثي. ليس صحيحا هذا الطرح عزيزي. ما حصل هو أنه بعض القوى السياسية المتحالفة مع قطر وتحديدا تيار الإخوان المسلمين أراد حرف بوصلة الحرب من حرب ضد ميليشيات الحوثي إلى حرب ضد الجنوب. كما يعرف تعرف ويعرف السادة المشاهدين انه للجنوب قضية معروفة، فشل الوحدة اليمنية والانقلاب عليها بالحرب في صيف 94 وفتاوى التكفير التي اصدرها تيار الاخوان المسلمين في اليمن. هذه تراكمات احدثت ادت الى ما حصل في ازمة عدن الاخيرة، لكن الجميع بالتكاتف مع التحالف العربي بقيادة السعودية والامارات تجاوزوا هذه الازمة. الان الحرب هي بدات الحرب ضد الحوثيين، اعاده ترتيب الاوراق كانت عمليه عدن لابد منها لاعاده تصويب بوصله الحرب ضد ميليشيات الحوثي. الاخوان المسلمين المتحالفون مع قطر كانوا الى جانب الحوثي. لو تتابع في جبهات الضالع الاخيره عندما انفجرت الحرب في الضالع، سلمت هذه الميليشيات وهذه القوى المحسوبه على تيار الاخوان المسلمين معسكرات والويه وعتاد عسكري قدمها التحالف العربي لميليشيات الحوثيين، فكان الهجوم على محافظه الضالع التي تحط فيها قوات الحزام الامني. بالتالي المشهد في اليمن هو ما حصل هو اعاده تصويب للعمليه العسكريه، اعاده تصويب للعمليه السياسيه برمتها. هناك عمليات نوعيه تقومها القوات المحسوبه على المجلس الانتقالي الجنوبي في الساحل الغربي بالحديده، وايضا في محافظه الضالع، وايضا في صعده، صعده التي تشهد عمليات عسكريه نوعيه، هي قوات ايضا محسوبه على الجنوب وايضا على المجلس الانتقالي الجنوبي. بالتالي ما حصل هي عمليه اعاده تصويب، اعاده محاربه ايضا الميليشيات الارهابيه، الميليشيات المتطرفه التي شنت عمليات ارهابيه في عدن ايضا بالتنسيق مع الحوثي، ومعروف انه عمليه معروف بعمليه الجلاء. نعم، قسم عسكر الجلاء الذي راح ضحيته الكثير من القيادات ومن ابرزهم القائد الحزام الامني منير محمود.
فهذه العملية التي أعلن الحوثيون أو اعترف الحوثيون بأنها تمت بالتنسيق مع عملاء محليين في عدن، وهذا العملاء كما أظهرت التحقيقات أنهم يتبعون تيار الإخوان المسلمين، بالتالي ما حصل هي عملية إعادة ضبط الحرب، إعادة ضبط المشهد السياسي طيب. والعسكري ليس لو توضح لنا سيد صالح ما يحدث في المعارك المشتدة والمحتدمة في محافظات يمنية أبرزهم كما ذكرت في الضالع أو في صعدة أو في الحد الغربي لليمن في الحديدة. بكل تأكيد هناك عمليات شهدتها خلال الساعات الماضية العديد من الجبهات، أبرزها في صعدة وفي الضالع، وأيضا طيران التحالف العربي شن غارات مكثفة على مواقع ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء. هناك أنباء وصلت أنه الطيران التحالف دمر مخازن أسلحة واستهدف أيضا تحركات لميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية وبعض المدن في الشمال اليمني. بالتأكيد العمليات العسكرية حصل نوع من التصعيد خلال الساعات الماضية، التحالف العربي صعد بشكل ملحوظ خلال الساعات هذه التي مضت، استهدف مواقع الحوثيين بشكل مركز في صنعاء في صعدة. أيضا هناك عمليات عسكرية تخوضها القوات على الأرض، تمكنت من تحرير واستعادة بعض المواقع في جبال صعدة، صعدة هي منطقة جبلية، فالقوات تحرز هناك عملية تحرز انتصارات نوعية، وهي تقترب أكثر وأكثر نحو جبال مران التي يعتقد أنه زعيم الحوثي عبد الملك الحوثي يختبئ هناك. نعم السيد صالح بعودة للمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.